أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن قال لا ينال عهد الظالمين قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وإذ ابتلى فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي
muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin وبارك على رسول الله.